مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم على محاضرة جديدة في الكورس بتاعنا اللي هو مقدمة في الحاسبات او الحاسب الآلي. زي ما اتفقنا كده قبل ما نبدأ في المحاضرة ان الهدف من المقرر ده ان بيدينا المعلومات الأساسية اللي احنا محتاجينها في مجال الحاسب، اللي من بعد كده ده في اي حد مهما كان التخصص بتاعه لازم يكون عارف المينيمم انفورميشن او المعلومات الاساسيه في الحاسب. ومن بعديها بقى لو حضرتك حابب تتخصص في مجال الحاسب بتبدا تشوف التراك المناسب ليك وبتكمل فيه. ده النهارده بنتكلم على توبيك او موضوع يمكن هو الابسط او الاسهل بالنسبه لكم، مش عشان هو بسيط ولكن عشان احنا اوريدي عندنا باك جراوند او خلفيه عن الموضوع دوت بحكم ان احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية في الترفيه او الاستخدامات الشخصية. بنتكلم على الانترنت. الانترنت اكيد كلمة دارجة بالنسبة لنا، عارفين شوية تفاصيل عنها، بنحاول نأكد على المعلومات او اللي احنا عارفينها. فاولا عايزين نعرف ايه هو تعريف الانترنت. في اكتر من تعريف لشبكة الانترنت، أشهرها إن يعرف الإنترنت على إنه شبكة الشبكات. يعني في محاضرة قبل كده شفنا بنتكلم على شبكات الحاسب، وعرفنا إن شبكات الحاسب أنا بربط مجموعة من الأجهزة مع بعضها. لو أنا قدرت أربط الشبكات كلها مع بعضها فأنا كونت الإنترنت. فأول تعريف للإنترنت هو شبكة الشبكات Network of Networks. في تعريف تاني ان هو اجهزه كتير جدا مرتبطه ببعضها جلوبالي على مستوى العالم. في تعريف كمان ان هو بيشمل الالاف من الشبكات التي تربط العديد من المستخدمين للحاسب من خلال الشبكه، والتي تطبق بروتوكول الانترنت وتشارك الموارد مع الاجهزه الاخرى. طيب ايه هي الخدمات اللي ممكن نحصل عليها باستخدام الانترنت؟ طبعا خدمات الانترنت لو قعدنا نتكلم عليها ما نقدرش نحصرها لان هي كتيرة جدا، بس تعالوا نقول اشهرها. اشهر خدمات الانترنت ان هو بقدر اعمل تصفح او استكشاف للانترنت. لو انا اقدر اعمل بحث عن اي معلومة انا عايز اوصل لها من خلال الانترنت. حاجة تانية ممكن نستخدم خدمات البريد الالكتروني او الايميل. زي ما اعتقد كلنا بنستخدم الايميل، بنستخدمه لعمليه التواصل بيننا وبين بعض، سواء بنبعت رسائل نصيه فقط او بنحاول نرفق معاها كمان مستندات للمشاركه بيننا وبين بعض. من الحاجات التانيه ان احنا ممكن نستخدم خدمات الانترنت في الاتصال التليفوني من خلال شبكه الانترنت، زي ما معظمنا بيستخدم حاليا لو بيتواصل مع حد تحديدا لو خارج البلد، فممكن يستخدم الابلكيشنز المختلفة اللي بتستخدم شبكة الانترنت عشان يتم عملية التواصل. ايضا زي ما قلنا في الايميل بستخدمه عشان خدمة نقل الملفات الـ FTP او الفايل ترانسفير بروتوكول من مكان الى التاني. كمان ممكن استخدمه في عمل اجتماعات بشكل اونلاين او بشكل فيرتشوال من مكان للتاني عن طريق خدمة الفيديو كونفرنس. وخدمات كتير جدا موجودة على الانترنت، من ضمنها مثلا الحاجات الترفيهية اللي احنا بنستخدمها ان احنا نقدر نلعب جيمز مع بعض اونلاين، كل واحد قاعد في مكانه، ممكن نعمل شاتنج او الدردشة وهكذا. وطبعا خدمات الانترنت لا حصر لها، بس دي ذكر بعض أمثلة منها. في حاجة عايزين نفرق ما بينها هو الفرق ما بين الإنترنت والويب أو الـ World Wide Web. الـ WWW أو الـ World Wide Web اللي إحنا بنشوفها لما بنيجي نكتب الـ URL أو اسم الموقع هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن منظومة شاملة من النصوص الفائقة تحتوي على مليارات المستندات أو عدد كبير هائل من المستندات، وتستخدم بنية الإنترنت للنقل. أما الإنترنت زي ما شفنا من شوية هي المكونات المادية التي تحتوي على عدد هائل من الشبكات مرتبطة مع بعضها. في مصطلحات كتيرة إحنا أكيد سمعنا عنها وعارفينها، بس شوية عايزين نفرق ما بينهم. فمثلا يعني إيه ويب سايت ويعني إيه ويب بيج؟ وإيه الفرق ما بين ويب سايت وويب بيج؟ بعض مننا بيستخدم الكلمتين إن هما حاجة واحدة، هما قريبين جدا من بعض،
لكن هو في اختلاف ما بين الاثنين. الموقع او الويب سايت هو، لو خلينا نقول تعالى الويب بيج الاول، الويب بيج او صفحة الويب هو مستند على الانترنت، مستند او صفحة واحدة، ويب بيج صفحة ويب، صفحة على الانترنت، صفحة عبارة عن يعني مستند. يبقى الويب بيج او صفحة الويب هي مستند او صفحة على الانترنت، ممكن تشمل على نصوص ورسومات وملفات صوت او حركة او فيديو. يبقى ده الويب بيج او صفحة الويب، هي صفحة على الانترنت او مستند على الانترنت. طيب الموقع او الويب سايت، موقع الويب سايت هو مجموعة ويب بيجز ريليتد ببعض، مجموعة صفحات ويب مرتبطة مع بعضها بنفس الهدف، بيكونوا لي الموقع أو الويب سايت. يعني الويب سايت هو مجموعة من صفحات الويب اللي ريليتد لبعض أو مرتبطة مع بعضها. وبشكل آخر بنقول الويب سايت أو الموقع هو عنوان حاسب يحمل صفحات ويب يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت، بيتكون من صفحة رئيسية بتؤدي إلى الصفحات الأخرى الموجودة جوه الويب سايت. احنا بنقول هو مجموعة من صفحات الويب. طيب يعني مثلا ندي مثال، لما أجي أقول مثلا الياهو www.yahoo.com، هل الياهو دوت هو ويب سايت ولا ويب بيج؟ الياهو طبعا هو ويب سايت، أقول www.yahoo.com ده عبارة عن ويب سايت. طيب ليه؟ لأن هو جواه مجموعة من الصفحات الكتيرة جوه الموقع ياهو. فمثلا في صفحات للياهو ميل مش نفتح الإيميل، في صفحات للياهو نيوز للأخبار، للياهو ويذر للطقس، وهكذا. طبعا عدد كبير من الصفحات. يبقى ده الفرق بين الويب سايت والويب بيج أو الموقع وصفحة الويب. طيب واحنا بنتكلم في تعريف الموقع قلنا ان هو بيحتوي على صفحة رئيسية بتؤدي الى الصفحات الاخرى. الصفحة الرئيسية للموقع او هي اول صفحة بتتفتح لما بنفتح الموقع بيتقال عليها الهوم بيج. يعني الهوم بيج هي الصفحة الاولى او الصفحة الرئيسية للموقع. طيب الموقع ممكن بيحتوي على بعض الحاجات بيتقال عليها لينكس او هايبر لينكس أو الرابط أو الروابط. هي عبارة عن إيه اللينك أو الرابط؟ هي كلمة كليكابل، يعني يمكن الضغط عليها، لما بتضغط عليها بتعمل أكشن معين. هي كلمة يمكن الضغط عليها بتعمل إيه؟ لما بتضغط عليها بتنقلك لصفحة ويب أخرى. يعني ممكن ألاقي جوه الموقع زي ما ظاهر قدامنا في كلام هو عبارة عن تكست، لما تضغط عليه ما بيديش أي أكشن، لكن في بعض الكلمات تبقى كليكابل. كليكابل معناها انها يمكن الضغط عليها، لما بضغط عليها بتنقلني لصفحه ويب اخرى، يبقى ده اسمه اللينك او الهايبر لينك او الرابط. طيب حاجه تانية عايزين نشوفها هي الهايبر تكست. الهايبر تكست او تقنيه النص الفائق، الهايبر تكست هي عباره عن ايه؟ هي طريقه لاعداد ونشر النصوص ملائمه للقراءه على الحاسب، وفيه يحدد القارئ بنفسه أسلوب وتتابع عمليات القراءة في الاتجاه الذي يريده. هي بتستخدم تقنية الرابط الهايبر لينكس مع مواقع أخرى، حيث تمكن القارئ من الربط والانتقال إلى صفحة أخرى. طيب حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي أكيد إحنا عارفينها وبنستخدمها، بس عايزين نفرق ما بين حاجتين دي واللي جاية كده هنأكد عليهم، حاجة اسمها الويب براوزر، متصفح الويب، والسيرش انجن او محرك البحث. في بعض الاحيان بعض الناس بيكون عنده شويه لخبطه ما بين الاثنين او اوفرلاب ما بين التعريفين. الويب براوزر او متصفح الويب هو عباره عن ايه؟ في كلمه واحده هو برنامج. يعني الويب براوزر هو برنامج بيستخدم لتصفح الانترنت، حيث تفتح اي موقع بتفتح أول حاجة البراوزر اللي أنت بتستخدمه، المتصفح الويب اللي أنت بتستخدمه، سواء ما كان جوجل كروم، سواء سفاري، وهكذا. أول ويب براوزر أو متصفح ويب تم اكتشافه عام 94 وكان اسمه موزايك. كان برنامج بيعرض مستندات ويب وبيمكنك من الوصول لمستندات مرتبطة بالمستند الأصلي من خلال روابط معينة. يبقى الويب براوزر او متصفح الويب هو برنامج
مستخدم لتصفح شبكة الإنترنت. طيب إيه أشهر أمثلة على الويب براوزر أو متصفح الويب؟ الإنترنت إكسبلورر، الفايرفوكس، الجوجل كروم، سفاري، أوبرا. يمكن دول أشهر أمثلة على الويب براوزر أو متصفحات الويب، وفي طبعا عدد كبير بس دولت، بس يمكن دول الموست بوبيلر أو الأشهر في الويب براوزر. برضه المتصفح الويب هو برنامج بيخليني أتصفح صفحات الإنترنت. طيب إزاي أقدر أعرض صفحات الويب؟ ممكن في أكتر من طريقة عشان أقدر صفحات الويب. أشهرهم أو أبسطهم إن أنا أكتب الرابط أو الـ URL في الأدرس بار في المكان المخصص لكده، أنا عارف اسم الموقع فأبدأ أكتبه، أو أستخدم هايبر لينك لو في لينك أو رابط زي ما شفنا من شوية بيشير الموقع اللي أنا عايز أستخدمه، أستخدم الهايبر لينك. أو لو أنا محتفظ بيه في القائمة المفضلة أو الفيفوريت، أقدر أستخدم أو أوبن أو أفتح صفحات الويب دي. طيب شوية قلنا في متصفح الويب، وقلنا في محرك البحث أو السيرش إنجن. متصفح الويب قلنا هو برنامج، محرك البحث أو السيرش إنجن هو موقع، هو ويب سايت، موقع يقوم بالبحث عن المعلومات التي نريدها، موقع بيقوم بالبحث عن المعلومات التي نريدها. طبعا أشهر مثال لمحركات البحث الأغلبية مننا بيستخدمه هو جوجل، بس مش جوجل هو السيرش انجن الوحيد أو محرك البحث الوحيد، فيه العديد من محركات البحث، أشهرهم جوجل وألتا فيستا وياهو وإنفوسيك وبرضه في أمثلة تانية لمحركات البحث. بس بأكد الكلام مرة تانية إن في بعض الناس بتلخبط ما بين جوجل وجوجل كروم. جوجل هو محرك بحث، هو موقع، هو ويب سايت، مثال على محرك بحث. أما جوجل كروم هو أحد أمثلة المتصفح الإنترنت، الويب براوزر اللي هو برنامج أو بروجرام. طيب يبقى شفنا الفرق ما بين متصفح الإنترنت الويب براوزر والسيرش إنجن أو محرك البحث. ده مثال ازاي نقدر نعمل عملية البحث او السيرش باستخدام السيرش انجن او محرك البحث جوجل. بيبقى فيه تكست بوك موجود هنا، من خلاله بقدر او مربع نصي بقدر اكتب الكلام اللي انا عايز اعمل بحث عنه وتبدأ تعمل سيرش. ممكن تقدر تعمل بحث او سيرش باكتر من طريقة، ممكن تدور على معلومات، ممكن تدور على images او الصور المتاحة في الموضوع اللي انت بتبحث عنه، ممكن بتبدأ تستخدم على الجروبس اللي موجودة إن الناس بتعمل عملية مناقشات على نفس الموضوع اللي بتدور فيه، ممكن الأخبار اللي اتنشرت في الموضوع دوت وهكذا. بيطلع لك لستة من نتائج البحث، بتبدأ تختار الأنسب بالنسبة لك من خلال عنوان أو من خلال إنك بتفتح نتائج البحث ديت وتشوف هو ده المناسب بالنسبة لك ولا لأ. طيب واحنا بنستخدم الويب براوزر، كل معظم الويب براوزرز الموجوده او صفحات الانترنت بيبقى فيها مجموعه من الايكونز فوق، كل واحده بتدي هدف معين. فناخد مثال اشهر الايكونز الموجوده هو باك، الشكل دوت سهم كده راجع لورا، الايكون دي اسمها باك، والباك يمكن حتى باينه باللوجيك كده من شكلها واسمها، هي بترجعك خطوه لورا، بتنقلك لآخر صفحة تم زيارتها. أنا كنت فاتح صفحة دلوقتي ودوست على لينك نقلل صفحة تانية، لو ضغطت على الأيكون باك بترجعني لآخر صفحة أنا كنت موجود فيها أو زرتها. طيب سواء كانت الصفحة دي في نفس الموقع أو في موقع تاني. من الحاجات المهمة، من الترمينولوجيز المهمة أو المفاهيم الأساسية المهمة اللي إحنا محتاجين نعرفها بموضوع الإنترنت، حاجة اسمها الـ URL أو Uniform Resource Locator. هو عبارة عن إيه؟ هو الويب أدرس أو عنوان الويب، أو زي ما إحنا بنقول شوية اسم الموقع إيه؟ الموقع إيه هو الـ URL بتاعه، Uniform Resource Locator. هو عبارة عن إيه؟ هو نظام عنوانة يحدد عنوان جهاز الخادم الذي يستضيف الموقع. طيب يبقى نظام عنوانة بيحدد عنوان جهاز الخادم اللي بيستضيف الموقع. ده مثال مثلا على أحد الـ URL المستخدم، الـ HTTP www.google.com.
يبقى ده الـ URL عنوان الويب الخاص بموقع جوجل. طيب من الحاجات المهمة اللي عايزين نعرفها .com مثلا. .com ده الامتداد أو الاكستنشن، ده بيشير لإيه؟ .com ده اختصار لـ commercial، يعني ده موقع تجاري. طيب في اكستنشنز تانية؟ أيوه، في مثلا حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم نكون عارفينها اللي هو .edu. .edu اللي هو educational، فهو ده يبقى تعليمي. لو أنا لقيت موقع هو .edu في الآخر، فهو بيشير إلى إن الموقع ده موقع تعليمي. وهكذا في .com .edu، احنا قلنا commercial تجاري أو educational تعليمي. .gov اللي هو governmental أو حكومي، المواقع الحكومية للوزارات الحكومية وهكذا، بيبقى الـ extension بتاعها .gov، اللي هي بتشير إن الموقع ده واخد ثقة أعلى إن هو موقع حكومي. طيب ده عنوان الويب. الإنترنت بيدار بمجموعة من البروتوكولز اللي بتحكم عملية التواصل ما بين الأشخاص. أنا بقول هوصل أجهزة كتير جدا على مستوى العالم ببعضها، وشبكات كتير ببعضها. طالما في تعامل مع أكتر من شخص، لازم يكون فيه بروتوكول، لازم يكون فيه رولز أو ريجوليشن، قواعد أو معايير أو بروتوكولات بتحكم عملية التواصل ما بين الأشخاص المختلفة. طيب في هناخد اكزامبل او امثله اتنين بس على البروتوكولز اللي موجوده او بتستخدم على شبكه الانترنت، هما الاشهر بالنسبه لنا. الاول اعتقد لازم نكون بنشوفه اللي هو ال HTTP، اللي هو اختصار ل هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. دايما بنلاقيه موجود في اسم الموقع في ال URL بتاع الموقع، حتى لو انا نسيت اكتبه وكتبته مباشره www. اسم الموقع مثلا .com google.com، تلاقي اوتوماتيك بيزود لي HTTP الأول. ليه؟ عشان ده البروتوكول المسؤول عن تبادل صفحات الويب، والمعيار القياسي أو البروتوكول أو القواعد الذي يدعم تبادل صفحات الويب. طب مثال تاني للبروتوكولات الموجودة على الإنترنت اللي بنستخدمها هو الـ FTP. الـ FTP هو الـ File Transfer Protocol، فايل اللي هو ملف. ده البروتوكول المسؤول عن نقل، مش بقى الصفحات هنا زي الـ HTTP، لا ده مسؤول عن نقل الملفات بين الأجهزة من خلال الإنترنت. يبقى ده بروتوكول الـ FTP أو الـ File Transfer Protocol. طيب إحنا باستخدامنا التقليدي كيوزر بنستخدم المواقع، بفتح موقع وأبدأ أستخدم الوظائف أو المميزات أو السمات اللي موجودة في الموقع ده. طب هل نقدر ننشئ مواقع؟ أكيد، ما المواقع دي تم إنشائها. عشان نقدر نكريت أو ننشئ المواقع المختلفة بنستخدم لغة اسمها لغة الـ HTML. الـ HTML هي اختصار لـ Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language دي اللغة اللي بنقدر نستخدمها، مش لفتح المواقع أو لاستخدام المواقع، ده نحتاج ويب براوزر، لكن لإنشاء الصفحات الإلكترونية أو لإنشاء المواقع الإلكترونية تحتاج تتعلم لغة الـ HTML الـ Hypertext Markup Language عشان تبدأ تصمم أو تطور أو تنشئ الصفحات أو المواقع الإلكترونية دي. الـ HTML هي الأساسي، ومنها بيخرج مجموعة من اللغات التانية اللي بتستخدم لإنشاء الصفحات الإلكترونية. ده يمكن مثال صغير كده بس عشان نتعرف على الشكل ده، الكود او طريقة كتابة لغة الـ HTML اللي بينفذ بيه الصفحات الالكترونية. في المحاضرة بتاعت النهاردة تاني احنا اتكلمنا على توبيك بالنسبة لنا هو خفيف، جزء منه بنتكلم على الانترنت. اتمنى ان هو يكون بسيط بالنسبة لكم، ونلتقي على خير ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية.